صباح الخير، تحياتي على بركة الله. نفتتح سلسلة في السؤال الفلسفي عن المعرفة بمداخلة أولى حول المعرفة عند أفلاطون. تمهيد معرفة ذاتك يقتضي أن تكون لك خبرة بنفسك وتتنحى عن وجود أحكام مسبقة وآراء وظنون. إن سرعة المعلومات وتعددها اليوم يثير مسألة إتقانها. هل هذه المعلومات صحيحة؟ إلى أي مدى يجب عليك كباحث ممارسة التفكير النقدي فيما تبحث عنه فيما تعرفه؟ متى نعرف شيئا ما على أنه صحيح أو كذب؟ نبدأ بالمعرفة عند أفلاطون. ما هي المعرفة؟ لقد تم طرح هذا السؤال منذ نشأة الفلسفة. إذا كانت الأجزاء القليلة المتبقية لنا من كتابات المفكرين الذين سبقوا أفلاطون لا تسمح لنا بتطوير نظرية حقيقية للمعرفة، فإنه يظل من الممكن مع ذلك تحديد كوكب من المفاهيم المعرفية التي ستكون بمثابة خلفية للبناء الفلسفي الأفلاطون حول المعرفة. من النظرية الأولى للمعرفة في الواقع يمكننا أن نلاحظ بالفعل في أسلاف أفلاطون بعض التعرضات التي سيتناولها أفلاطون في المقاطع المعرفية من المحاورات، مثل التمييز بين المعرفة الإلهية الكاملة والمعرفة الإنسانية غير الكاملة، أو بين المظاهر والوقائع، أو بين الرأي والعلم، والمعرفة غير الثابتة والمعرفة الثابتة، وبين الظن واليقين، وبين المعرفة المحسوسة والمعرفة المعقولة. في قلب كتابات أفلاطون يوجد التفكير في المعرفة. إن تعريف المعرفة هو قلب فكر أفلاطون، بمعنى أنه يطور مفهوما جديدا جذريا للمعرفة. هذه الفلسفة المعرفة بالمعنى النبيل للكلمة. فالمعرفة بالنسبة لأفلاطون لا تعني بأي حال من الأحوال امتلاك معلومات أو محتوى حقيقي. مثل هذا التملك هو في أحسن الأحوال ما يسميه الرأي الحقيقي أو الصحيح. المعرفة لا تكمن في المحتوى، بل تكمن في الطريق التي يتم من خلال الوصول إلى هذا المحتوى. في محاورة المينون يوضع سقراط هذا الاختلاف بتشبيه رجلين يجب أن يذهبا إلى نفس الوجهة. أحدهما يعرف الطريق من خلال وجوده هناك بالفعل، والآخر يعرف فقط من خلال يعني اللوغوس أو من خلال. وترمى أن تعليمات المعطاة للثاني صحيحة، فسيصل كلاهما إلى وجهتهما. ولكن الفرق وأنه في حال وقوع حادث، على سبيل المثال إذا التقوا بشخص ما في الطريق يحاول أن يجعلهم يعتقدون أنهم سلكوا الاتجاه الخاطئ، فإن الشخص الثاني يكون عاجز ويخاطر بالتضليل، في حين أن الشخص الأول يعرف كيف يتصرف، لأنه يعرف كل خطوات التي تؤدي إلى الوجهة الصحيحة. من خلال هذا التشبيه يريد أفلاطون من أن نعرف أن المعرفة لا تكمن في أي محتوى يمكن أن يكون مطابقا لمحتوى الرأي الصحيح، ولكن في الطريقة التي نصل بها إليها والتي تشبه نوع من الارتباط التي يربطنا بالمعرفة الصحيحة. يثبت هذا المحتوى بشكل آمن، لا يتعلق الأمر بالحصول على أي شيء مثل إجابة نهائية. المهم هو الطريق أكثر بكثير من النتيجة، لكن يجب أن نفهم هذا بمعنى قوي. في الأساس يجعلنا أفلاطون نفهم أن النتيجة التي سوى المسار نفسه بمعنى ما لا نهائي. من الناحية المثالية سيكون الأمر يتعلق بعدم الاستقرار على رأي ما، بل في كل مرة التشكيك في اليقينيات التي تم الحصول عليها. فهل هناك طريقة للمعرفة؟ هل هناك منهج للمعرفة حسب أفلاطون؟ نظرية الأفلاطونية للمعرفة متجذرة في هذا التراث، تراث الفلسفة الإغريقي. تظهر الشذرات المعرفية للمفكرين الذين سبقوا أفلاطون قدر من التشاؤم بشأن إمكانية وصول المعرفة الإنسانية بأكملها إلى الحقيقة. يبقى هذا من اختصاص الآلهة. يكتب إكزانوفان: لم يصل أحد إلى اليقين ولن يصل إليه أبدا فيما يتعلق بالآلهة وكل ما أتحدث عنه. حتى لو قال الحقيقة الكاملة بالصدفة فهو نفسه لن يدرك ذلك. في الواقع الرأي دوكسا هو نصيب جميع الناس. بالنسبة لأفلاطون المعرفة هي طريقة منهج، وهذا الأسلوب هو ما يسميه بالديالكتيك، وهي كلمة مشتقة من ديالكتستاي، وهو فعل يعني الحوار. الفكر عند أفلاطون حوار الروح مع نفسها، والحوار يعني يمثل شيئا محددا للغاية، فهو يتعلق بطرح الأسئلة والإجابة عليها. ننتقل من السؤال إلى الإجابة التي تطرح سؤالا جديدا وهكذا.
وبحسب أفلاطون فإننا لا نفكر إلا عندما نواصل الحوار، ولذلك فإن الفكر والمعرفة مرتبطان ارتباطا جوهريا كرحلة منهجية. لكن ما الفرق بين الرأي والمعرفة عند أفلاطون؟ المعرفة هي المنهج، النشط نفسه، على العكس من ذلك الرأي هو دائما توقف، توقف الفكر، توقف البحث. وفي أفضل الأحوال على سبيل المثال إذا كان نتيجة فحص منهجي قد تكون المعرفة صحيحة، يعني إذا كانت المعرفة يعني نتيجة فحص منهجي قد تكون صحيحة، ولكن في كثير من الأحيان يتم نقلها ببساطة من الخارج عن طريق التقاليد ووسائل الإعلام والسياسيين، ومن المرجح دائما أن تكون كاذبة. ومن ناحية أخرى بحكم تعريف المعرفة صحيحة دائما، بمعنى أنها تقدم صارم. إنما يسمي أفلاطون بالعلم ليس سوى طريقة، ولكن طريقة لا تخضع لأي شيء آخر غير نفسها باعتبار أداة بسيطة. كلمة طريقة تأتي من الكلمة اليونانية يعني هودوس، والتي تعني الطريق. وفي هذه النقطة يمكن أن نقول بلا شك أن الفلسفة كلها تجد مرتكزها في أفلاطون، وهو مناهض يعني للأفلاطوني كما يود الفيلسوف أن يكون. ويظل هذا التعريف السابق للنشاط الفلسفي قائما حتى عندما لا يكون واضحا. فليعرف المرء بالمعنى الأفلاطون، يجب على الفيلسوف نقل أفلاطون أن يوضح ما يعني أن يكون قادر على الإجابة على هذا السؤال. وهكذا سيتم طرح الأسئلة عن المعرفة ضمن سلسلة من الأسئلة على الفيلسوف، والتي سيكون من الضروري حلها قبل الإجابة على السؤال المطروح عليه، وربما تؤدي هذه الإجابات إلى أسئلة أخرى يتعين حلها. وهكذا كان سقراط يعتبر حكيما في نظر العديد من البشر، لكنه على الأقل كما قدمه أفلاطون كان يطرح الأسئلة فقط، أسئلة باستمرار، خبير أسئلة. ليس لديه إجابة أبدا، فهو يكرر دائما أن كل ما يعرفه أنه لا يعرف شيء، إن عدم المعرفة هذا هو مبدأ نوع جديد جذري من المعرفة مضاد للظن للدكسة. ولأنه يرد التصور المعرفة كإجابة، فهو يعني مفكر كبير وفيلسوف في فن طرح الأسئلة. إذن هذه مداخلتنا الأولى في سلسلتنا في سؤال فلسفي عن المعرفة بعنوان أفلاطون. إلى اللقاء في الحصة الثانية. شكرا جزيلا.